قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي: أنا رسول الله، ولن يضيعني الله وهو ناصري، فاستمسك بغرسي. لا أعتقد أن قريشا ستبقي على هذا الصلح. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية، لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب، فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا. آن الأوان للخلاص منهم أيضا. النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود. هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش. أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له. وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كتب الله النصر على يهود خيبر، وفتحت حصونهم بفضل الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضا برسالات يدعوهم فيها إلى الله. ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله.